السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الجزائريين والجزائريات أينما كنتم وحيثما وجدتم، الشعب الجزائري، الجالية الجزائرية، والسلام على المعتقلين ومعتقلات الرأي برمتهم بدون استثناء رجال ونساء. جماعة الخير يا الخوا، لازم علينا نغيروا الطريقة، لازم علينا نتفهموا، لازم علينا الوحدة، لازم علينا أن نوحدوا الأحرار والحرائر، لازم علينا أن نفضوا الغبار على وجوهنا، على ظهورنا وعلى أعيننا، ونحلوا أذنينا ونحوسوا على الرجولة اللي ضاعت منا، المواقف اللي ضاعوا منا، ونحوسوا على استرجاع الثقة و الوحدة خاصة والتنسيق الحقيقي. الشي اللي صاري والشي اللي فعلوه في الشعب الجزائري الإخوة والأخوان مهما يكون المهم جزائري. يعني قبل كل شيء أترحم على أرواح الشباب الذين ماتوا، قتلوا من طرف الدرك الوطني في ملعب الدويرة. نتمنوا لهم الرحمة والمغفرة، وأطلب الصبر والسلوان لعائلتهم ووالديهم وإخوانهم وأخواتهم. هذا يا الخوة درس لمن لا يتفكر ويتذكر بالشي اللي صار كاع بالشعب الجزائري. هذا درس، كل يوم درس، كل يوم يعني نورمال مو تعتبر ستان سين. راهم يقمعوا فينا، راهم يضربونا، راهم يقتلونا، ولكن للأسف الشديد لا أحد يستطيع أن يتظاهر ويقول كلمة الحق ويبلغ عن الفساد ويخرج إلى الميدان ويقول لهذا النظام المستبد، هذا النظام الغبي، هذا النظام الجهل، هذا النظام المجرم الذي يريد قتل الشعب الجزائري، وهو ينتقم منه يوميا، ينتقم من الشعب الجزائري. إذن يا الخوا، يا الخيات كما نقولوا، ما بقاش، ما تضيعوش الوقت. هذا النظام ما يحشمش، هذا النظام قسما بالله ما يطلقكم، غير يكمل مع الشعب الجزائري لو كان ما تنوضوش تضربوا الغبار على وجوهكم بإذن الله، لو كان ما تنوضوش تغيروا المنكر، لو كان ما تنوضوش تغيروا هذا الحقرة وهذا الانتقام من طرف الطغمة العسكرية والمنظومة الفاسدة، قسما بالله العلي العظيم ستندمون عليها بإذن الله، وراكم ندمين، ديجا راكم ندمين. الشي اللي صار برك بالملعب نتاع الدويرة نورمالمون انتهى، ما كان لا كرة القدم، ما كان لا 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 يديك لا يجيبك، ما كان لا سبيكتاتور، ما كان لا فريق، ما كان لا أمسية لا جياسكا، لا أمسية لا أمسيو، ما كان لا بولوغي لا يديك لا يجيبك، لا وهران لا 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 لا, لا معسكر ولا تمرست ولا. كل الشعب الجزائري، كل الشعب الجزائري اليد في اليد لترحيل هذه المنظومة الفاسدة وترحيل هذه الطغمة العسكرية، تسليم السلطة للشعب، وخاصة وخاصة الأجيال الصاعدة والجيل الثالث. حذري ثم حذري، شي اللي صار بكم قاع من جميع المهازل، من جميع الإهانات والاضطهاد والقمع والاعتقالات، ولكن لا حياة من اللي من تنادي. ما فهمتش، اسكو عندكم المخ؟ اسكو عندكم العقل؟ اسكو تخموا؟ اسكو تفكروا؟ اسكو عندكم هذيك لا 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 الحيوية؟ اسكو عندكم الغيرة ولا ما عندكمش؟ فهموني، الا ما عندكمش الغيرة ما كانش مشكل، فهمونا، اسكو عندكم الغيرة على هذا الوطن وهذا الشعب ولا ما عندكمش؟ قولونا ما كانش مشكل، قولونا الا ما عندكمش الغيرة حنا نعرفوا واش نديروا.
هذه هي برك. اسكو عندكم الغيرة على هذ المعتقلين ومعتقلات الرأي؟ اسكو عندكم الغيرة على هذ الشباب اللي ماتوا في الدويرة ولا ما عندكمش الغيرة؟ اسكو عندكم الغيرة على هذ الشعب ولا ما عندكمش الغيرة؟ اسكو عندكم الغيرة على هذ الوطن ولا ما عندكمش الغيرة؟ إلا ما راكمش غيورين على اللي ماتوا في الدويرة واللي ماتوا قبل وماتوا ألاف وألاف وقتلوا ألاف وألاف شباب، وراهي الغيرة وراهي المبادئ وراهي المواقف وراهي الشجاعة وراهي الوطنية اللي كنت تدعي بها. أنا جزائري، نعم الجزائر خط أحمر، نعم نعم. على من تقمر؟ على من تقمر؟ على من راك tu prends les gens pour des cons ou quoi? Est-ce que tu prends les gens pour des cons ou quoi? أنا من تقمر، أنا جزائري، الجزائر خط أحمر، الشعب خط أحمر، المعتقلين الخط الأحمر. ها وراكم أقتلوا البارح شباب في مقتبل العمر في الدويرة، عيناني سون بيتي سون بيتي، ما كانش الإنسانية كاع، ديكتاتورية 100%، جهر نهار. وراكم ها وراكم يا الغيورين على الدولة الجزائرية والشعب الجزائري والمعتقلين ومعتقلات الرأي. علاش ما تساندوش المعتقلين ومعتقلات الرأي؟ علاش ما تساندوش النساء اللي اعتقلوهم كما عبلة داروا عليها الرقابة القضائية، كما بودودة فاطمة ولا نادية، كما نادية هذيك نتاع المسيلة علاش كما خديجة نتاع البليدة، كما مرت غراس زوجة غراس وغراس راهم وراء قضبة سجون جزائرية. علاش ما تساندوش فتحي غراس وزوجته وراء قضبة سجون جزائرية؟ واش داروا؟ واش داروا؟ واش دار فتحي غراس؟ هو اللي نهب الجزائر؟ هو اللي قتل هاد الشباب في الدويرة؟ واش دار الجزائر؟ هو اللي كسر الكراسة في الدويرة؟ ستاد جديد، الكراسة جديد، كلشي جديد، كسروا عازرينهم كاع وزادوا قتلوا الشباب. وين راكم؟ وين راكم؟ وين راكم اللي دعاو بالوطنيه؟ وين راكم اللي دعاو بالجزائريه؟ وين راكم اللي دعاو الجزائر نحن ونحن؟ واش انت؟ انت زيرو، انت جبان، انت عبيد، انت ما ضربش الغبار على وجهك، انت راضي، انت رخيص، انت ما تسواش، انت ما عندكش الغيره، انت ماشي جزائري. قسما بالله لست جزائري، لست جزائري. الذي يدعي بالجزائرية، أينكم؟ أينكم إخواننا وأخواتنا المعتقلين ومعتقلات الرأي؟ راهم وراء قضبان سجون الجزائرية. البارح قتلوا شباب في الملعب، أينكم؟ 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 وراهي الرجولة، وراهي الشجاعة، وراهي الشجاعة. وريونا، وريونا الرجولة تاعكم، وريونا الرجولة تاعكم يا أخي. قتلوهم قدامكم يا اخي، قتلوهم وانتو ما تشوفوا، قتلوهم وانتو ما تشوفوا. وراهي الرجولة، وراهي الوطنية، وراهي الجزائرية تاعك في القلب اللي كنت تدعي بها. وراهي الجزائرية، نحن الجزائر. انت زيرو، انت رخيص، انت ما تسواش، انت طحان بومبار سيتو، نقطة الى السطر. ما كان ولو، ما زيش تهضر لي على الجزائرية تاعك وما زيش تهضر لي على الوطنية تاعك، اوكي؟ ما زيش تقول لي انا غيور، انا غيور، ما عندك لا غيره لا والو. فوالا، ما نقدرش نقولها لك نحترم كانسان، ولكن نقدر نحطك مع بعض فوالا اللي ما عندهمش الغيره. على بالي ما نقولهاش، شكون اللي ما عندوش الغيره؟ ما نقولهاش فوالا. دونك جماعه الخير، لازم علينا نساندوا المعتقل ومعتقلات الرأي، نساندوا اللي راهم تحت الرقابة القضائية مهما كان، بدون استثناء. إنهم جزائريين، إنهم دين على رقابنا، قسما بالله نتحاسبوا عليها. يلي ما وقفناش مع رجال الميدان مع المعتقلين ومعتقلات الرأي، قسما بالله نتحاسبوا عليها بإذن الله. بارك الله فيكم، تحيا الحراك وتحيا الثورة، مستمرين بإذن الله. فيف لا ريفوليسيون، فيف لا لوت، اون لاشخو ريان، كومبا كونتينيو، والله العظيم كومبا كونتينيو بإذن الله. بارك الله فيكم وشكرا، السلام عليكم مرة أخرى، وتحيا الجزائر والمعتقلين ومعتقلات